باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لو تفتكروا بنعمة ربنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن الشيطان وقلنا الذكاء الشيطاني وحطينا بعض صفات للشيطان. قلنا عليه حد فاكر إيه؟ نمرة واحد فتل حبال اللي هي الحبل اللي بتعمل من فتلة فتلة، فاكرين المثل اللي أنا قلته؟ اتنين مقوماتي، حلو قوي. ثلاثة بيصطاد في المية العكرة. أنا فاكر إن هو شغال تيم وورك، دي كانت آخر واحدة، في واحدة في النص بقى نسيها. زنان، تمام كده، حلو قوي. يبقى أنتوا كده صاحيين وفاكرين اللي اتقال. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم على الجزء الثاني. طب إذا كان الشيطان بالقدرة دي وبالقوة دي، وأنت قلت يا أبونا إن هو سقط من رتبته ولم تفارقه قدرته أو قوته، بالتالي إحنا هنروح له فين؟ طيب ونعمل إيه مع حروب الشيطان اللي موجود وبيحاربنا وكل يوم بينتصر ويغلبنا؟ هو ما فيش مرة بقى ننتصر عليه؟ الموضوع ده أنا اتكلمت فيه كتير قبل كده، يعني زي ننتصر على الشيطان وكيف نقاوم الشيطان، لو دورتوا هتلاقوا كتير قوي. فحاولت أغير شوية نقط عن اللي قلته قبل كده، بس كله يكمل بعضه. مش هقول اللي قلته قبل كده، بس اللي قلته قبل كده مهم زي اللي هيتقال النهاردة. هنشوف الكتاب المقدس قال لنا كيف نتعامل مع الشيطان. النصيحة الأولى قالها لنا معلمنا يعقوب، ودي أخدناها مرة من 5 سنين لما كنا بناخد تأملات عملية في رسالة القديس يعقوب. الآية دي بتقول قاوموا إبليس، لا ثواني قاوموا إبليس، يعني إبليس ممكن يهرب من قدامك؟ الآية بتقول كده، بس أنت لازم تعمل إيه؟ تقاومه. السؤال الأهم هو أنا أقاوم إبليس إزاي؟ عشان ما تجتهدش هنرجع للكتاب المقدس. لما المسيح اتجرب على الجبل في التجربة على الجبل في متى 4، اقفل الموبايل يا حاج، في متى 4 ولوقا 4، المسيح انتصر ازاي على الشيطان في الثلاث حروب اللي تحاربهم؟ سهلة قوي، سهلة قوي. الشيطان قال له ايه اول واحدة؟ قال له انت جعان، كنت انت ابن الله، حول الحجارة دي خبز. المسيح رد عليه قال له ايه؟ مكتوب. مش انت جايب لي آية؟ طب انا بقول لك اهو، مكتوب ليس بالخبز وحده يحل الانسان. وبعدين الحرب الثانية كانت ايه؟ احدف نفسك من فوق الجبل، لان في مزمور بيقول ده هيبعت ملايكة ويعملوا لك زي باراشوت كده وينزلوك سلو موشن كده على الارض. راح قال له مكتوب ايضا لا تجرب الرب اله. قال له اسجد لي وادي لك كل الممالك. قال له مكتوب ايضا للرب الهك واياه. يبقى اول سلاح اقدر احارب به الشيطان هو الكتاب المقدس، مزامير وايات محفوظه، لان الايات المحفوظه هي ايات وقائيه. عايز اديكوا مثل، أم خايفة على بنتها أو أب خايف على ابنه أنه يتخطف، فبيقول له وانت طالع من المدرسة لو لقيتني اتأخرت عليك بالعربية وما جيتش أخدك وحد قال لك أنا صاحب بابا، قل له لأ مش هروح معاك، بابا قال لي ما تتحركش. الأب بيحفظه إيه؟ كلامه اللي يقوله. ولو حب ياخدك يقول لك انا هوديك لبابا، صوت بكل قوتك قول الحقوني انا ما اعرفوش ده بيخطفوني. الام بتحفظ ابنها او الاب بيحفظ ابنه، والولد كل شويه يفكر نفسه بهذا التحذير ما بيتجاهلهوش. فلما يجي الشيطان يخطفه بيعمل ايه؟ بيفتكر اللي ايه؟ اللي قال له ابوه. كل آيات الكتاب المقدس بتدي قوة وبتدي معونة وبتدي نصرة لو أنا فاكرها. فيجي واحد يقول لي إيه؟ يعني أنا دلوقتي الشيطان فاكرني الشيطان مقوماتي بتاع المرة اللي فاتت بيقومني عليك قوي،
قوي، ده عمل وده عمل وانت ما عندكش كرامه وفاهم التسامح، قاعد ينفخ في الـ في الـ في الـ عارفين البابور بتاع زمان ده ابو كب ما شفتهوش انتوا. المهم الكباس وقاعد ينفخ فيه ينفخ فيه عشان خلاص هموتك. لو انا حافظ الكتاب المقدس الاقي ايه نط بتقول لي غضب الانسان لا يصنع بر الله، اغضب ولا تخطئ، ومش معنى انك زعلان تخبط فيه، لا، الايات عايشه جوايا. وعايز اقول لكم حاجه، من كتر خوف الشيطان من ايات الكتاب المقدس والمزامير حكالي المتنيح الانبا بموه حكايه حصلت معاه. كنت قاعد مره معاه كده قاعد التلمذه، فبنتكلم على حروبه والى اخره، ويعني كان هو عنده موهبه ان بيصلي للناس اللي عندهم ارواح نجسه. فهو بيقول لي يا ابونا ده الشيطان ده عنيد بشكل. قلت له ازاي؟ قال لي في مره من المرات كنت بصلي على حد عليه روح نجس، يعني الاول اتاكد ان ده مش مرض نفسي ولا مرض عصبي، ده روح نجس بجد. فهو بيصلي عليه ابتدى يقول المزامير، هو سيدنا حافظ ال 150 مزمور حافظه الله يحفظه. فجاي يقول، عارفين الشيطان عمل ايه؟ بيقول نفس المزمور اللي هو بيقوله وسبقه بكلمه. عارفين ايه سبقه بكلمه؟ عشان لخبطه. يعني الشيطان حافظ المزمير ولا مش حافظ؟ على فكره الرجل العيان ده مش حافظ حاجه، مش بتاع ربنا خالص، فيعني ما يعرفش المزامير. فاللي كان بيتكلم هو مين؟ علشان يبطل قوه المزامير قال هلخبطك، فانت تيجي تتكلم انا مسابقك بكلمه. تصور انا بصلي قداس بقول يا الله لقيت الشمس العظيم والابدي، مش عارف اصلي صح. الذي جاب الانسان على غير فساد، بس اسكت انتوا خدوا بالكم، هطلع من روح الصلاه عشان اسكت الشماس. فاهمين الفكره؟ الشيطان عمل كده لدرجه سيدنا الاول مره قصاد هذا الذكاء الشيطاني مش عارف يصلي، بس هو ما استسلمش. عمل ايه؟ قال هصلي المزامير في سري، وكده كده وصل لربنا، وكده كده ربنا هيلخبط بيها الشيطان ويلسوعه يعني. لكن بيقول لي شوف قد ايه مش عاوزني اكمل ايه في مزمور فبيلخبطني. علشان كده على قد ما الانسان بيقرا الكتاب المقدس وياخد ايات بيعرف يرد على الشيطان في المنطق بتاعه، فيجي يقول ايه اي حاجه، زي ما بقول الشيطان التقويم ده او شيطان الغضب او شيطان اي حاجه، اقول لا تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب انا مش هقدر. يبقى كلام ربنا اللي انا حافظه بيستحضر صوره ربنا، فبتبقى ربنا اللي في الحرب مش انت، لان كلامه هو روحه، كلام ابويا هو روح ابويا. فلما انا بستخدم كلام ربنا مع الشيطان بيبقى اللي موجود مين؟ ربنا مش الشيطان. فهمت؟ يبقى اول حاجه علشان كده احنا اوقات نتباهى بجهلنا في الكتاب المقدس ونتباهى بجهلنا في نصوص الكتاب المقدس. وانا في الكتاب المقدس ابيض، يا سلام حاجه تفرح يا اخي. اقرا يا اخي، اقرا اقرا واحفظ، وكل يوم يطلع لك بآية فكر فيها، هتلاقي من كتر ما قريت حوشت من غير ما تحس، حوشت من غير ما تحس، فبقى عندك رصيد يجي يقومك تقول له مكتوب ايضا. انت هتلعبني بمنظوم الآية الواحدة؟ لا، الآية الواحدة دي ضيعت ناس كتير قوي، ده في آية تانية بتقول. زي في العقيدة اللي ضيع أريوس إيه؟ آية المسيح بيقول لأن أبي أعظم مني. يبقى إزاي أبي أعظم مني؟ الغريبة في نفس الإصحاح في المسيح بيكلم، لو أنا حافظ بقى كتاب مقدس، كان فيلبس بيقول له أرنا الآب وكفانا، قال له أبعد أمعك كل هذا الزمان يا فيلبس وتقول أرنا الآب؟ من رآني قد رأى الآب، لأن أنا في الآب والآب فيا. الله، علشان أنا آري عشان أنا حافظ هعرف أرد على أريوس، عشان أنا آري عشان أنا حافظ لو جالي شيطان من شهود يهوى هعرف أرد عليه. اللي بيكسر في الإيمان وبيكسر في المسيح هعرف أرد عليه. يعني مثلا شهود يهوى عندهم آية يقول لك إيه؟ ملعون من علق على خشبة. يبقى إزاي الله يتجسد ويبقى ملعون ويتعلق على خشبة؟ أقول له لا، استنى استنى، أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ولكن عندنا نحن مخلصون فهيقول. أما أنا فحاش لي
هعرف أرد. لكن مشكلتنا إن إحنا مش عارفين الأسئلة البدائية، ما بنعرفش نرد عليها. إزاي هتقاوم الشيطان بآيات الكتاب المقدس؟ أرجوك يا ابني، أرجوك يا بنتي، أنا ما بطلبش أكتر من 5 دقايق كتاب مقدس، دقايق كتاب مقدس في اليوم، 5 دقايق فقط هيغيروا حاجات كتيرة قوي في حياتنا، لأن كلمة ربنا هتديني قوة ونصرة بنعمته. إحنا قلنا أول حاجة إيه؟ قاوموا إبليس فيهرب منكم. أقاوموا بإيه تاني؟ بالانتهار. لما الشيطان يمسك فكرك قل له ابعد عني يا شيطان باسم رب المجد يسوع. استخدم اسم المسيح وقل له ابعد عني باسم رب المجد يسوع المسيح، ابعد عني. أوقات بيمسكنا، أوقات بيمسكنا، بس أول علاج بيقول إيه؟ قاومه. يعني أنت تقدر إيه؟ تقاومه. لو أنت قاومت إيه اللي يحصل؟ لو أنت استسلمت إيه اللي يحصل؟ يقوى عليك أكتر. عارفين الكلاب بتاعت الشارع، الكلاب اللي هي الضالة دي، الكلاب بتاعت الشارع دي، لما بيلاقيك أنت خايف وكبشان منه بيعمل إيه؟ يستجرى قوي، يعمل فيها أسد، يتحول من كلب الأسد. هفترسك خواف، تعالى كده وطي واعمل نفسك بتجيب طوبة وعله كده، يعيط ويدي له مليوتر ويحط ديله بين رجليه ويعيط ويجري. الله 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 الله، أهو الشيطان كده. بس مش هنخش له بقوتنا، هنخش له بقوة المسيح من خلال كلمته اللي احنا حفظناها في قلوبنا زي ما عمل في التجربة على الجبل. يبقى العلاج الأول قاوموا إبليس فيهرب منكم. هيهرب لو انتهرته، لو هيهرب لو صوت ربنا جوه قلبي وحفظ وبفكر نفسي بالآيات. 2، نمرة 2، ازاي نقاوم هذا الذكاء الشيطاني اللي اتكلمنا عنه المره اللي فات؟ في كورنثوس الثانية الإصحاح الثاني عدد 11 في آية بتقول إيه؟ لأننا، ده بولس الرسول بيقول، لا نجهل أفكاره. عارفين يعني لا نجهل أفكاره؟ يعني إيه لا نجهل أفكاره؟ يعني في عشرة. فاكرين الراهب اللي أنا قلت لكم عليه اللي قال إن عمر ما الشيطان ضحك عليا في خطية واحدة مرتين؟ ده أنا قلت لكم امبارح، المرة اللي فاتت قلت لكم كده. ده معناه إيه؟ يعني إيه لا نحن لا نجهل أفكاره؟ كلنا عارفين إن الثعلب إيه؟ بس المشكلة إن لما بيعمل ميت وينفخ بطنه يصعب عليك وهو مكار وكل مرة يضحك عليا. دي معناها نحن لا نجهل أفكاره، يعني إحنا فاهمينه قوي إنه مش بتاع سلام، إنه بتاع انقسام. إحنا عارفين بيعمل فينا إيه، علشان كده محتاجين حاجة اسمها حياة اليقظة. فاهمين أفكاره، عارفين بيلعبوا شطرنج، بيلعبوا شطرنج، في الشطرنج حاجة اسمها خطط. فتلاقي واحد لسه بيلعب شطرنج جديد كده وواحد علمه خطة نابليون، قصدي أسهل واحدة، فيل وحصان وكش ملك كش مات كده. فأنت دي علاج عسكري واحد، ما علينا، مش عايز أشرح لك شطرنج، مش وقت شطرنج. بس علشان أنت بتلعب شطرنج فبتبقى كاشف الخطة من أولها لما تكون أنت ذكي، من كتر ما لعبت فهمت. يعني إيه نحن لا نجهل أفكاره؟ يعني أنا عارف أنا بتجوز عندي أمال في الجوازة دي، بس أنا عارف كويس قوي إن الشيطان هيحاول يوقع بيني وبين مراتي، وهيحاول يعطلني عن القداس، وهيحاول يشغلني بالشغل. فأنا من الأول مفتح ومستني الحرب، فمش هقع فيها. بس كلنا بنقع فيها. يعني إيه نحن لا نجهل أفكاره؟ عارفين لما يكون في واحد بيلف ويدور عليك كده وانت عارف يعني آخرته، عامل إيه؟ زي بابا وزي ماما وزي الجيران وزي الحي وزي العاصمة وزي مصر وزي الدنيا، انت وحشني قوي يا راجل. يفضل معاك كده نص ساعة وفي الاخر يقول لك معاك 100 جنيه كل مرة. خلاص بقى، فلما يجي لك المفروض يقول لك زي بابا، تقول له بابا وماما ومصر والوطن كله زي الفل، مع السلامة مع السلامة مع السلامة. ليه؟ لان المشكلة كلها ان احنا مش مفتحين كفاية. لكن لو انت انسان روحاني
هتقول زي بولس الرسول نحن لجهل ايه افكار. كل مره بيخش لي بنفس الاسلوب وبيضحك علي. اديكم امثله من حياتكم العمليه. كل يوم انا هفترض واحد بيكلم اخوه او بيكلم مراته في السري كده، كل يوم الصبح، كل يوم الصبح اقول عاوز اصلي باكر او تسبيحه باكر او اخد جزء من صلاه باكر قبل ما اعمل اي حاجه، وكل يوم اتلخم في 100 حاجه. يعني انت عارف وبيضحك عليك بكره بقى ان شاء الله مش هيضحك عليا. اول ما تصحى من النوم تدعك عينيك يقول لك اغسل وشك، ما غلطش الراجل، غسلت وشي عشان تبقى فايق كده وانت بتكلم ربنا، تكلم ربنا بعماصك ما تجيش يعني حتى يبقى شكلك وحش يا اخي. يلا قوم غسلت وشي، انت فايق، انت مش فايق، انا قلبي عليك، انا عايزك لما تصلي تصلي بوعي، شويه نسكافيه كده، كابتش، اي حاجه، اي حاجه، قهوه تظبط الموضوع كده. طيب اقول ابان الذي الاول وصلاه الشكر وبعدين شبه. يا راجل ما انت هتقولها وانت نايم ما تتحسبش، اصحى وتعالى قولها وبعدين تشرب القهوه. هيسيبك؟ لا طبعا، هيفكرك بميت حاجة وفي الآخر تقول يا نهار أبيض اتسرقت، فين الشراب، فين الجزمة، فين البنطلون، فين وترجع تاني يوم بالليل تقول يا نهار أبيض أهو شيطان التأجيل ده عمره ما يقولك ما تعملش، بس يقولك إيه كمان شوية، كمان شوية. شيطان التأجيل ده شاطر قوي، يعني مثلا يقولك إيه أنت عاوز تبتدي، يلا النيروز أهو، يلا هنبتدي في النيروز، فات مني اول يومين مش ابتدي بقى وعوض اليومين اللي فاتوا. يقول لي على فكره ما بين النيروز وبدايه الصوم الصغير حاجه قليله قوي، يعني شهر ونص بكتير وتبتدي بقى تشتغل بجد من اول الصوم، هو الصوم بتاع الشغل. طب ما تشتغل من دلوقتي. لا ما انا خلاص هبتدي اول الصوم، ضمير ارتاح الحمد لله، ابرطع بقى ما لسه الصوم جاي ان شاء الله. عارفين العصارى الجاهلات حصل فيهم كده، وبعدين يجي الصوم يتسرق منك اول 3 4 ايام ويلخبطك يقول لك بدايه السنه الميلاديه 1 يناير ليله راس السنه الصلاه الارتجاليه ودموع دي في الكنايس، يلا يا حبيبي معايا، وبعدين ايه تبتدي وبعدين يضيع منك، وبعدين يقول لك بص هو صوم يونان، هو ده صوم التوبه، هنبتدي في نوناوى وبعدين الصوم الكبير، وبعدين بقول لك ايه عيد ميلادك بقى، عيد ميلادك اهو في شهر يونيو، تبتدي بقى بدايه سنه جديده في عمرك. طب ما تبتدي من دلوقتي، هو انت ضامن تعيش لغايه عيد ميلادك الجاي؟ انت ضامن تعيش لغايه 31 ديسمبر؟ ما حدش فينا ضامن، بس هو دايما يضحك عليا. البولس الرسول بقى يقول لك، بولس الرسول بقى يقول لك ها 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 ده احنا عارفين افكارك، نحن لا نجهل افكارك، هقوم هصلي، هصلي مهما حصل لي، هصلي تعبان نايمان نص نومه وانا بصلي وانام احسن ما تضحك عليا وتقول لي اشرب القهوه وتعالى صلي مثلا. بس الحقيقه ان انا عارف ومتخضر. طب وبعدين انا زعلانه قوي يا ابونا ليه يا حبيبتي كل يوم دلوقتي؟ زمان كنت ببقى ماسكه الاجبيه وتقع من ايدي، ماسكه الكتيب يروح بيقع من ايدي، انا دلوقتي ماسكه الموبايل لغايه ما بيقع من ايدي وماما تيجي تطفيه وانا نايمه اساسا هو شغال على حاجه. وكل مرة ألوم نفسي وأقول إيه بكرة. طب أنت ما تعملش حاجة، لأن الشيطان هيجيب لك حاجة بقى، شوف اللي بيحصل في غزة الناس بتموت يا أخي، ودخلك بلاش أنتوا مالكمش في السياسة تعالوا أنتوا بقى مش عارف مين أسكت يعني هيخشوا المعبر بتاعه مش مهم يعني بتاعه مش مهم يعني مهم تحصل إيه سينا في ايه؟ ده الناس بتقول. لا لا ده لازم اقرا التحقيقات. تروح تاري لغايه لما نايم. وانت بقى مش عارف الاقي لك ايه؟ المسلسل او الطبخه اللي عمرك ما هتطبخيها. تكملي الوصفه. تكملي الوصفه عليها. وبعدين برضو يقع من ايدك وكل يوم كل يوم بس بولس ما بيضحكش عليه بيقول لك نحن لا نجهل افكاره. احنا عارفين جاي لنا منين وعشان كده ما بيضحكش علينا. دي اسمها عارف نقطه ضعفي، عارف مره يجيلي بصغر النفس، وعارف مره يجيلي بالاندفاع، عارف نقطه ضعفي، بس عشان انا عارف افكاره ولا اجهلها ما بيضحكش عليا بالسهوله.
بس يبان علينا ان احنا بقينا نجهل افكار، عشان كده بنقع كتير. احنا قلنا الاولانيه ايه؟ قاوموا. الثانيه نحن لا نجهل، يعني اللي اتلسعتها مره ما اتلسعهاش الثانيه. طب وانا باوت ان انا بقع المره ال 200 مش عارف اقول لك ايه. ثلاثة، الآية الثالثة اللي بتكلمنا إزاي نقاوم الشيطان أو نقدر ننتصر عليه، بتقول في أفسس 4 لا تعطوا له مكانا. يعني إيه لا تعطوا له مكانا؟ يعني إيه لا تعطوا له مكانا؟ يعني إيه لا تعطوا له مكانا؟ ها؟ ها؟ عارفين المثل العامي أنا مكسوف أقوله؟ هقوله. عارف لما يقول لك فلان تديله الصباع ياكل الدراع؟ في مثل كده انتم يمكن ما تعرفوش، بس انا سمعته على كبر، يعني ما كنتش اعرفه وانا صغير. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني في واحد كده يسموه الدحلاب. يعني انتوا 1 2 3 4 بصوا انا رفيع خالص، ممكن تضموا بعضكم كده، انا هاخد صدقوني 3 سنتي، رجليا مكسره واقف بقالي ساعتين، صدقوني 3 دقايق وهقوم. واول ما اقعد تعبان ممكن سنتي كمان، لحسن انا هتمزق اجيلي غضروف سنتي كمان، اروح مطلع شنطه وزقيقها بيني وبينك، فانت مش فاهمه، فانت طلعت قدام، رحت انا فارد، وبعدين رحت طلعت الساندوتش، وطلعت مش عارف مين، وطلعت علبه مش، فانتوا كلكم قمتوا وسبتوا لي الايه؟ اهو الشيطان بيعمل معاك كده، كل اللي عاوزه سنتي مربع من دماغك، يقول لك عقلك باسم الصليب في 10 12 مليار مليون خلية عصبية عقلية، ولا انا عاوز خلية واحدة بس تفرق معاك. يا راجل ناخد وندي بكلمتين. عمل مع ادم وحواء كده. مستر ادم، مسز حواء، كلمة واحدة بس، وصل لنا خبر في الجنة، أنا عاوز أتأكد وأمشي على طول، أنا مش ما عنديش وقت أضيعه معاكم. هو صحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش من شجر الجنة خالص؟ لا 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 لا، ده أنت فاهم غلط. هنعلم الشيطان بقى. قال يعني هو مش عارفها. ده قال لنا الشجر وما تاكلوش الشجرة دي لحسن تموت. لن تموت. إيه ده؟ ده كلام جديد. ده غيران. غيران؟ جوزك غيران منك. عشان أنت مرتبك أعلى من مرتبه. ومن ساعة ما انت مرتبك زاد وابتدى يقطم فيك، عشان دايما تبقي تحت طوعه، تحت الحلة، وقافل عليك بالغطا، لانه خايف انك تتمردي. ما هو مش عارف انك بنت ناس، اصله هو مش اصيل. ما هو لو كان اصيل كان حطك فوق راسه وقدرك. لكن شوفي صغر النفس بتاع الرجالة، شوفي الرجالة النرجسية كلها بتعمل ايه في الستات. يعني انت شغالة ومرتبك، شوفي الرجالة النرجسية كلها بتعمل ايه في الستات. يعني انت شغالة ومرتبك اعلى وترجعي تذاكري وتنظفي وتطبخي، حبيبتي يا مسكينة ده انت طيبة قوي، وهو مستبد. انتوا خدي بالكو، انا لو قصرت لو سبتكم 5 دقايق اقومكوا عليه. يعني ايه؟ يعني هو عاوز مني سنتي، عاوز مني دقيقة. يقول لك بص أنا أقول لك حاجة، أمام الله ما هاخد أكتر من دقيقة. أبوك بيحب أخواتك وأنت البطة السودة في البيت، فكر فيها لوحدك. أنا خلاص حطيت المسمار. لا 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 لا، ده بابا بيحبني. بالصدفة بقى الشيطان يكون جاهز، بابا داخل يشخط، يقول أنت قاعد طول النهار. لا لا لا، ده كان معاه حق. شوفوا يعمل ايه؟ شوفوا حته صغيره كده. تيجي لك واحده صاحبتك، انت مش حاسه زي ما قلت لكم قبل كده، مش حاسه ان ماما بتميز بينك وبين اخوكي؟ عشان هو ولد صح؟ هو مجتمع الذكوري، انا مش هقول اكتر من كده خلاص. ويروح سايب البذره تكبر 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 وتبقى شجره فيها عداوه وفيها قساوه وفيها كراهيه وفيها تدبير شر، عشان انا سبت له الفكره الاولى تخش جوه دماغي. الشاطر الذي لا يجهل افكاره، زي ما قال القديس بولس الرسول، هو نفسه بولس اللي بيقول لا تعطوا له مكانا.
يعني ما يجيش يقول انا ناوي احضر الاجتماع صدقوني امام الله ما هفتح بقي، لو فتحت بقي احرقوني بالمزامير، انا جاي احضر اجتماع الكهنه بس. زيب اهو قفلت بقي بسست. بس ابونا يقول اقتراح في وسط اجتماع الكهنه، هو مش هيقول بس تلاقيه بصله كده ما فتحش بقي خالص. يجي لك بقى في ده كله، مش قلت لك هو عامل فيها الكبير؟ ما هو الكاهن الكبير يدوس على الكاهن الصغير اللي زيك انت يا ابني ملوش مستقبل. لا 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 لا، ويروح للكاهن الكبير يقول له شاف الكاهن الصغير ما بيحترمش الكهنوت ولا الدقن البيضة. اوعى تديله مكان، لان اول ما رمى البذرة هو حط السم في الدم زي لدغه التعبان. انتوا عارفين السم بتاع التعبان اللي بيتخش جوه الجسم قد ايه؟ ولا حاجه، نقطه صغيره، بس ما دام دخل ومشي في الدم بيموت الانسان. عشان كده ما تدلوش مكان. عشان كده بولس الرسول يقول لا تغرب شمس على غيظ في قلوبكم. لو انا اديت مكان للشيطان بيني وبين مراتي هتبقى اسوأ امرأة عرفتها في حياتي، هيعرف يحط لي كل عيوبها قدام عينيا. عشان كده ما بحطلوش مكان. المسيح يكون موجود على السرير بيني وبين زوجتي، يطبطب عليا ويطبطب عليها ويربطنا عشان نبقى جسد واحد. لكن لو الشيطان دخل فرجوا على المشاكل الزوجية قد ايه الناس بيضحك عليها ومش شايفين الشيطان بيلعب سيمفونية عمرها ما جلت معاه، كل مرة يطلع كسبان لأن ادوله مكان وما حدش فيهم سمع صوت ربنا. حكيت لكم أنا الحكاية بتاعت، حكيت لكم حكاية لا تضع له مكانا دي، وزي إن إحنا بيضحك علينا كل، يعني حكاية تغطي النقط اللي فاتت، حكيت لكم تقال اللي كده تهيألي. بنت من بناتي اتصل بيا بتشتكي من حماتها، فاكرينها دي؟ بتشتكي من حماتها قوي قوي، فضلت اهدي فيها ربع ساعه تلت ساعه، انا اقولها بسرعه عشان قلتها قبل كده. وبعد ما هديتها خالص قالت الحمد لله ان انا ايه ابتديت بيك انت، ده انا كنت هغلط غلط بشع. قلت لها الحمد لله، قومي صلي اوعي تكلميها يا حبيبتي، خلاص خلاص، وتجيلي بقى اليوم الاربع نعترف مع بعض، وبعدين انا هتدخل في الموضوع بس مش دلوقتي، وهو سخن مش دلوقتي، هيبان انك انت كلمتيني. ربنا يخليك يا ابونا والاخر. مشكلتها ان انا قفلت السماعه واعطت له مكانا، دخلها بقى عدو الخير الحيه القديمه ابليس. قال لها ايه؟ قال لها سمعت كلام ابونا؟ طب وحرقان الدم اللي انت فيه ده هيعمل لك فيه ايه؟ ايوه بس انا هديت شويه لما سمعت، ما هو ده كلامه كده، لازم الكهنه تقول كده، ما هو الكهنه عايز عمار. بس اللي قال لك حقك ولا كرامتك؟ لا، لو سكتي المره دي وما وضبتهاش وما حطيتهاش في الفريم بتاعها عمرك ما هتروح. يملى قاعد يسخن وينفخ في البالونه. بعد عشر دقايق حماتها كلمتني، انت شايف بنتك عملت فيا ايه؟ بقالها ربع ساعه بتخبط فيا. يعني ايه اللي حصل؟ بعد ما انا قفلت معاها وقلت لها اوعي تكلميها، عملت ايه؟ كلمتها. معنى كده قعدت معاها وملاها ونساها، نساها كل اللي انا قلته، كل اللي انا قلته نسيته، لانها قعدت معاه وعرف يقومها ويشكشكها. عشان كده لا تعطوا له مكانا. النقطه الاخيره ودي دايما بقولها، المعونه. برضو الكتاب المقدس بيشرح لنا على حاجه، موقف حصل في سفر دانيال. دانيال كان واقف على النهر، وبعدين رئيس مملكة فارس اللي هو مقصود بيه رئيس الشياطين وقف قدام دانيال بقى، يعني ما بعتلوش شيطان، ده نزل بنفسه. خلي بالكم من الحدث ده. فمين واقف يساعد؟ أحد رؤساء الملائكة جبرائيل واقف مع مين؟ مع دانيال. بس الحرب كانت شديدة قوي لأن ده رئيس الشياطين نفسه اللي كان واقف. فبقول له من أول ما صليت أنا واقف بساعدك بقالنا عشر أيام، لكن لما الحرب شدت قوي 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 عارفين اللي حصل إيه؟ جبرائيل استدعى مين؟
ميخائيل. فميخائيل عمل ايه؟ نزل خلص الحرب وخلصها. يعني دانيال طلب معونة، ولما رئيس الملائكة اللي كان معاه كانت الحرب أعلى في قوتها، لأن رئيس الشياطين بنفسه هو اللي كان بيحارب، استدعى رئيس الملائكة. يعني إحنا معانا ناس ومعانا قوة، أنت ليه ما بتستعينش بصاحبك؟ واحد مصاحب بولس الرسول، واحد مصاحب الأنبا بشوي، واحدة مصاحبة الست دميان تحبها قوي، واحدة مصاحبة جوستينا، واحد مصاحب أي حد، عندنا كتير قوي، مارمينا وماري جرجس دول يعني حبايب الشعب المصري كله القبط يعني. طيب ما تستعين بيه؟ ده الكنيسة بتعلمك كده، انك انت لما تيجي تصلي تقول للست العذراء ولمؤامرة الاعزاء اهزني انا مش هقدر، فبتطلب معونة الناس دي. ليك ملاك حارس اطلبه، ليك قديس بتحبه اطلبه، قل له وريني قوتك انا واقع خالص، يعني انت شكلك بتتفرج في حاجه كده، او شوف لك حد معاك وتعالى. ليك الداله انك انت تتكلم كده. المعونه الثانيه اب الاعتراف. ليه؟ على فكره اب الاعتراف من ناحيه انه بيتحارب، هو بياما تخبط ولسه بيتحارب وهيفضل يتحارب وبيقع وبيقوم، ده أب اعترافك. هتقولي طب أروح له ليه؟ ما الحال من بعضه؟ هقول لك لا، خبرته في الحرب أكبر منك، أخذ فاكسينز كتيرة قوي، اتبهدل، ده ممكن يكون، أنا آسف في اللفظ مش عارف أقولها لكم إزاي، يعني اتمسح بيه لأي حاجة يعني، من كتر ما كانت الحروب شديدة عليه، بس شاف ايد ربنا واتعلم انه يغلب. فانت زي بتروح لواحد اتعلم فنون القتال، بتقول له انا خيبان فيعلمك فنون القتال. وناس كتيره قوي 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 كانت في اسوأ حالتها، حاله ياس ولا رجاء ولا يمكن هنكمل، وبنفكر ان احنا نخلص حياتنا بايدينا، يقعد مع ابونا يقول له يا ابني انت الشيطان بيعمل في كده، ده بيجلدك يا ابني، انت مديله فرصه انه يجلدك؟ ده شيطان يا ابني، انت مش شايف ولا ايه؟ تبص لقيت انه صحيح انا مش فينا فكري، لا دي حرب، دي حرب. عايز اقول لكم حاجه، يعلم الله مفيش انسان فوق الحرب، المسيح نفسه تحارب، فالكهنه بتتحارب، الاساقفه بتتحارب، الرهبان بتتحارب، بس بقت خبرتهم القتاليه اعلى، فبقى هو بيتحارب بس كوتش. عارفين يعني ايه كوتش؟ يعني هو لسه لاعب في الحلبة، لكن مع اللي أصغر منه ينفع يكون ايه؟ مدرب، لأنه بقاله 30 سنة بيلعب بوكسينج، 20 سنة بيلعب، لسه بيتخبط وهيتخبط، بس هو دريان عنك بالحرب. هقول لكم في حاجة، ميزة في أب الاعتراف، انت مش هتعرف تجيبها لوحدك، مش خبرته في الحرب وبس، لا، عادة اللي من بره بيكون شايف الحرب أكتر من اللي جوه الحرب نفسها. تاني اللي بره شايف الحرب أكتر من اللي إيه؟ جوه الحرب نفسها. عارفين اللي بيلعب شطرنج؟ أنا أقول لكم المثل ده، لو اتنين بيلعبوا شطرنج وواحد بيتفرج، مين شايف أحسن؟ اللي بيتفرج. عارف ليه؟ شايف ده بيفكر إزاي، وشايف ده بيفكر إزاي، وشايف الصورة من فوق، صح ولا لأ؟ فنصيحته احلى، لدرجه تيجي تحط ايدك على القطعه، لا اوعى تسيب الحصان ده، لو اتحركته الملك هيموت. تقول اه صحيح انا ما كنتش شايفها. فهو اب الاعتراف عامل كده عشان وانت متوتر جوه الحرب مش قادر لا تشوف ربنا ولا تقدر تشوف المخرج من الحرب، ابونا بره الحرب فيقدر ياخد بايدك ويطلعك بره الحرب. افهم دي. احنا قلنا النهارده اربع علاجات. العلاج الاولاني كانت الايه الاولانيه بتقول قاوموا ابليس، الآية الثانية كانت بتقول لأننا نحن لا نجهل أفكاره، الآية الثالثة بتقول إيه؟ لا تعطوا له مكانا، الآية الرابعة بتقول إيه؟ المعونة، الموقف بتاع دانيال وميخائيل، لما جت المعونة انتهت الحرب. التدريب، من فضلكم اقروا الإنجيل كل يوم 5 دقايق بس، خلوا كلام ربنا شغال في دماغك ليل ونهار. ربنا يديني ويديكم، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.